شباب، معكم حلقة جنرماتا ان جيم. نقدر نلعب لعبة Uncharted Part 4. فاكرين شباب احنا كنا خلصنا Part 3، فاحنا دلوقتي داخلين على Part 4. يلا بينا. لا أصدق أنني خرجت وأنني هنا معك في إيطاليا. ها؟ ولا أنا، ولكن أتمنى لو كانت الأمور أكثر هدوءا. حسنا، وكنا سنستمتع بالطبيعة. هذه ليست أول مرة لك هنا؟ لا، بل الثالثة. قضيت أعمال غريبة مع سوليفان. نعم. حسنا، طريقة لذلك الجسد في الأعلى. توجد دعامة خشبية في الأسفل، أيمكنك تسلقها؟ أيمكنني التعلق عليها؟ شاهد هذا. أنا أشاهد. أنا أخطأ. كما ترى، حركة المعصم. رأيت؟ ليس سيئا في المحاولة الثانية. هيا بنا. أرأيت ذلك؟ كالمحترفين. دورك. أين سنذهب بعد ذلك؟ حسناً، نحن من أول محاولة. توقف، يا أحرى يحب المتباهين. حسناً، هيا يا نيثان، يمكنك النزول إلى أسفل والوصول إلي. أنا خلفك. حسناً، respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. È scommesso sulla partita. Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore.
Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. حسنا نجحنا. رأيت كان ذلك الوغد يحمل سلاحا فتاكا، كان يجب إحضار أسلحة. سام، نحن لن نحتاج لأي أسلحة. أتمنى أن تكون محقا. برغم السنوات فإن أكثر ما تفقده الأشياء الصغيرة. ها هي النافذة. حسنا اقتربنا. سيتحمل هذا. هيا للأسفل. نعم هذا صحيح. إذن اكتشافاتك المهمة الأخرى التي لم أرها، هل التقطت بعض الصور لها؟ أتمنى. إلينا صورت بعضها لكن فقدنا الكاميرا. هذا مؤسف. لكن لدي رسومات سأريها لك عند عودتنا. لديك رسومات؟ هل تتباهى بها على باب الثلاجة؟ كلا، إنها رسومات دقيقة. أنا متشوق لها. إذن اكتشافاتك المدهشة الأخرى التي لم أرها، هل التقطت بعض الصور لها؟ أتمنى. إلينا صورت بعضها لكن فقدنا الكاميرا. هذا مؤسف. لكن لدي رسومات سأريها لك عند عودتنا. لديك رسومات؟ هل تتباهى بها على باب الثلاجة؟ كلا، إنها رسومات دقيقة. أنا متشوق لها. يبدو هذا واعدا. أعتقد أنك تعني غير مستقيم. تبن. أنت بخير هناك؟ نعم أنا بخير.
سيكون مؤسفا لو فشلت الآن. بالتأكيد، لكني لا أفشل. حسن، هاي نيثان، نيثان، ماذا؟ حسن، حسن، أنت بخير؟ نعم، كيف أبدو؟ تبدو كمليونير، هيا بنا. سأتبعك في الحال. صالي، أتعرف ماذا أحب في الاحتفال مع المجرمين؟ ماذا؟ لا أحد يهتم بتدخينك في الداخل. مرت فترة، فترة طويلة. هل تذكر أخي الميت؟ فيكتور؟ غير معقول، 15 عاما. نعم، تسرني رؤيتك حيا. فلنبقيه حيا بالحصول على هذا الصليب. حسنا، نعم. بشأن ذلك، ماذا؟ ما الأمر؟ هيا سأريكما شيئا. انظرا، هذا صليب إيفري. خرجوه من المخزن قبل وصولكما إلى هنا. غيروا الترتيب. تطلب هذا مبلغا كبيرا. متى سيبدأون في المزايدة؟ 10 أو 15 دقيقة. لابد من طريقة لنحصل عليه. هناك مشكلة بوجود مئات الشهود في المكان. حسنا، لكن نحتاج إلى مصدر إلهاء. مثلي أنا لا أعرف، لابد من وجود شيء. إن رأنا الحراس نقترب من ذلك الصليب. ماذا لو لم يرونا؟ كأنكما لم تدخل السجن على الإطلاق. إن كنت تريد القيام بشيء مرفوض فعليك انتظار إطفاء الأضواء. نعم، أين لوحة التوزيع الكهربائية؟ قنوات التهوية، الكهرباء، هذه هي في الأعلى. لنتسلق إلى هناك ونغلق الأضواء ونحصل على الصليب. سيكون هناك مولد احتياطي، هذا سيمنحنا بضع ثوان من الظلام للعمل. هذا يعني أن نوجد بجوار الصليب عند الإظلام. من المستحيل الاقتراب دون جذب الانتباه. سكوزاتي سينيورا. أنتي باستي؟ مرحبا، لا أريد. أهلا، كيف حالك؟ تشاو. هل ركزت؟ النادل لن يجذب الانتباه. قد يفلح هذا. سيفلح هذا. حسنا، سأذهب لغرفة قاطع الطيار وأفصل الطاقة. أسأكون النادل؟ أنت أفضل نشال. توجه إلى الطابق الأرضي وراقب الجائزة وأعلمنا إن حدث أي شيء مريب. أعلم. حسنا، اسمع، الأمر بأيدينا. جاهزين؟ نعم. حسنا، اتبعاني، سندخل عبر القبر. يا فيكتور، كان الزمان رحيما بك. شكرا، تفضل الطعام النباتي. أقل معذرة. هل تمزح؟ تأكيد لا. القبو من هنا، هيا بنا. هذا المكان فاخر.
بالطبع سيشغلون موسيقى أوروبية. أنا آسف. وصلنا، فلنفعل هذا. إنه مغلق. تبان كان مفتوحا من قبل. ماذا الآن؟ يمكنك فتحه؟ لا، إنه إلكتروني. علينا البحث عن طريق آخر. أترى ذلك؟ المفتاح في الجيب الأيسر. نعم، سأتصرف. أتريد فعل ذلك؟ الأعين تراقبك. أقدر على عملية نشل. حسناً. لم أحاول بعد. أرى هذا. أو قريب جدا. أنت بحاجة لتوجيهات؟ لا، أنا أستعد فحسب. ما رأيك في أن أتبع الأسلوب القديم؟ أنا سأتدخل وأن تقوم بالعملية. نعم، جيد. هيا. وكان يشكك بي. يسرني مشاهدة المختلفين. حسنا، فلنحاول ثانية. ما زلنا بحاجة إلى هذه. عظيم. سعيدا. سنبقى على اتصال. ارفع يديك. اهلا فيكتور. اهلا يا نادين. تسرني رؤيتك. لكن هذه المرة فاجأتك أنا. سعيد لأن هذا ليس مسدسا حقيقيا. عرفتك بصعوبة في هذه الملابس. أنت تعرف يتطلب العمل بين الحين والآخر أن نتأنق. تبدو أنيقا. وأنت متألقة أيضا. أشعر أنني غريبة.
سعيدة بالتحدث لشخص يتحدث لغتي حتى لو كنت أمريكيا. عليك لوم والدي على هذا. سأشرب شيئا، هل تريد؟ نعم، سكوتش مع الثلج. سأعود. نيت، سمعت ذلك؟ نعم، يبدو أن السيدة تدعوك إلى مشروب. أجل، نادين روس ستدعوني إلى مشروب. نادين روس؟ أليست هي مالكة جيش المرتزقة؟ ما اسمه كوستلاين؟ شورلاين. نعم، صحيح. ألم تختلف معهم؟ هذا تبسيط، ولكن يبدو أنها لا تكن ضغينة من حسن الحظ. أنا جاهز للتحرك. حسناً، نحن مستعدان يا صالح، ابقى بعيداً عن المشاكل. سأحاول. جاهز؟ نعم، هيا بنا. يجب أن نجد المكان الذي فيه السقاط والضهاء ونجتذب أحدهم خارج المطبخ. هيا فلنعثر على المطبخ. ياه، الطعام هنا يكفي بلدة صغيرة. تباً. كلا، المزيد من الأوغاد المسلحين. ما هذا؟ هذه لم تكن في المخطط. مغلقة بالطبع. حسناً، الخطة باء. توجد بعض الفتحات هنا. افحص هذا يا نيثان. ها نحن ذا، فليعم الضوء. الكهرباء سيئة هنا. إذن لم تجلب. نعم ستفي. أوف يا رجل، بدأت أشعر بالدوار من الأخيرة هنا. جيد أن صالح هو الصائغ. ربما الفتحات خلف البراميل. أحسنت. هذه مشروبات كثيرة نادرة حقا. ربما يرضى ألكازار ببعض المشروب القوي. هل يجب أن نشعر بالقلق من حديث فيكتور مع نادين راس؟ لقد سمعت قصصا مجنونة عن طاقمها. لا تقلق فيتسول، يخرج من أي مأزق بلسانه المحسون. هكذا. من هنا. انظر، الفتحات طريقنا للخروج. نعم، لنجد من نتسلقه. نعم، سأفعل هذا. لا داعي للمساعدة. أنا أحمل الولاعة. تحمل الولاعة. حسناً، إلى الأعلى. هكذا. فتحة التهوية أصغر مما تبدو. وبها تراب. Cosa portiamo? Quell'odioso miliardario. Ah, ويبدو ضخاماً أيضاً. لا يوجد نقص في السقاط هنا.
Sbrigati però. Sai che questa gente non piace aspettare. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Nahnu qadimuna lil hawa' al-talq. انظر الى هذا. أترى ذلك المبنى ببرج الراديو؟ أتعني برج الخلوي؟ ماذا؟ لا يهم، هذه هي غرفة الطاقة. نعم، أنت محق، فلنحاول عبور هذه البوابة. هنا يا سام، سأرفعه. حسناً. حسناً. حافظت على لياقتك. تفضل. صالي، خرجنا من قبو النبيذ وسنتجه إلى غرفة الطاقة. ما الوضع؟ صالي، أتسمعني؟ الاستقبال ضعيف هنا، أرجو أنه بخير. مرحبا، وجدت المطبخ وبالطبع إنه مغلق. سام، انظر، ربما نستخدم ذلك، نعثر على نافذة ونهبط إلى المطبخ. فكرة جيدة، سأرفعك لأعلى وتتعامل مع السلم. وصلت؟ انتبه، انتبه. مساء الخير. ما كستفجان؟ تعامل برفق يا سام. ماذا؟ سيشعر بصداع عندما يستيقظ. تعرضنا لهذا من قبل، صحيح؟ صحيح. حصلت على زي الخاص بي، أحضر زيا لك. حسنا. حسناً، إلى غرفة الطاقة. أنت بخير؟ نعم، لا
هذا طراز هذه الأيام. حقا؟ وأنت في روما؟ لا، لأننا في إيطاليا. فهم. حسنا، سأعود إلى الساعة. تسمعني يا سام؟ سام؟ صلي؟ عظيم. لو تسمعوني، اقتربت من غرفة الطاقة، سأصل قريبا نوعا ما. لو تسمعوني، اقتربت من غرفة الطاقة، سأصل قريبا نوعا ما. لا أصدق أنكم أفلتتم. لم نفلت. حرمنا من حريتنا لمدة شهر. وماذا عن الحصان؟ للحظ كان بحوزتنا جزر. هل تعرف أحداً هنا؟ لا، اعتقدت ذلك. ومتى سأقابل شريكك دريك؟ إنه شريكي السابق. أصبحت أعمل وحيداً منذ فترة. دريك لم يعد معنا. أتعني مات؟ ها؟ لا، أعني تقاعد. آخر ما سمعت أنه استقر وتزوج. يمكن القول إذن إنه مات. فيكتور ساليفان، كيف حالك؟ كيف؟ كم مرة من الوقت؟ 10 سنوات؟ أكثر؟ 15. هذا مثل مرت كل تلك السنوات وها نحن هنا نساوم على خردة الأموات. حقا؟ ألست تدير عمل والدك؟ أصبح عملي الآن، لكنه عمل نهاري. إنه عمل نهاري رائع. غالبا يمكنك شراء كل المعروضات الليلة. بالتأكيد، لكن ما الفائدة من ذلك؟ أبحث في الوقت الحالي عن الأشياء المميزة النفيسة. أتنصحني عما أختار الليلة؟ نعم، وكأني سأزايد ضده. ولكن بيني وبينك، لقد لاحظت أنهم غيروا الترتيب. أعتقد أن هناك من يحاول التلاعب بهذا المزاد. تذكر أين نحن؟ لم يغتني هذا الحشد باللعب النظيف. ولهذا تحتاج لشخص يحميك في مكان كهذا. أكره أن أكشف لك الحقيقة، ولكنك تعملين لصالح أمريكي. ما؟ لقد اتحدنا كشركاء. فهمت. ثنائي قوي. سنبدأ خلال الخرات المزايدة على العنصر الثاني، صليب خشبي مرصع من باكستان. أعرف أني غير مرغوب في الآن، تمتع بليلتكم. انتظر يا سوي، كيف عرفت بأمري؟ أمر ماذا الذي تقصده يا ريف؟ نادين، أعتقد أن شريكك أصبح ثمناً. كفاك عبثاً أيها العجوز. لا أعرف كيف دخلت لي هنا، لكن إن فكرت في المزايدة على صليب إيفري فسأخبرك كيف سترحل في كيس ريف. جثث. حسناً، تفهم ما أعني. سررت باللقاء. نيت، نيت، سحقا يا فتى، أين أنت؟
حسن، غرفة الطاقة، سأفعل هذا. يا إلهي، لماذا اخترت غرفة الطاقة؟ Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? أين قواطع الدائرة؟ تباً. سام، صالي، تسمعني؟ سحقاً يا فتى، أين كنت؟ نجحت، أوشكت على الإخفاق، لكن لو ستفصل الطاقة، الآن هو الوقت. سأحتاج لدقيقات قبل أن أصل إلى اللوحة. ليست لدينا دقيقة، ريف على وشك الرحيل ومعه الصليب. انتظر، ماذا؟ ريف؟ ريف هنا؟ هذا ليس معي ما يكفي من المال. صالي، نحن سنسرقه، أنسيت؟ ماذا لو اكتشف خدعتي؟ لن يفعل. لدينا عرض بتسعين ألفاً، هل من مزيد؟ اسمع، إن لم نحصل على ذلك الصليب فكأني ميت. حقاً، وإن أصبحت أنا صاحب أعلى عرض فسنموت. صالي، فلتوفر لي المزيد من الوقت. ثق بي. أول إعلان، ثاني إعلان. تباً. حسناً، لدينا عرض بمائة ألف يورو. شكراً. أهناك أي عروض أخرى؟ أصبح هناك عرض بمائة وعشرة ألاف يورو. لو تحمقت فلتكمل. لا تقلق، سترحل سريعا. أتمنى هذا. حسنا، يجب أن أحطم القفل، لكن بماذا؟ المزايدة الآن بمائة وثلاثين ألف. وصلنا إلى مائة
240. يا شيخ لعنة. عرضك يا سيدي يوصلنا إلى 150 ألف يورو. لابد من وجود شيء. وصلت المزايدة إلى 160 ألف يورو. أمهلني لحظة. سيدي أوصلتنا إلى 170 ألف. وصلنا الآن إلى 180 ألف يورو. وصلت المزايدة إلى 190 ألف يورو. أنا عند المفتاح، مستعدين؟ على أتم الاستعداد فيكتور. انتظر لحظة. مزايدة السيد 210 ألف. 500 ألف يورو، فلننهي هذا. شكراً، لدينا عرض ب 500 ألف يورو. أي يسير مزايدة فيكتور؟ جعلتني أشعر بالقلق يا فيكتور، ظننتني سأقتلك. حسناً، فلنفسد أمسية ذلك الأحمق. أهناك أحد آخر؟ أول إعلان، ثاني إعلان، بيع إذن مقابل 500 ألف يورو. السيدات والسادة حافظوا على هدوئكم، ستعمل الطاقة الاحتياطية بعد قليل. اختفى. برات ضد لوشيتا بسهولة بلا شرط. ابتعد عن الطريق. أوقفوه، أوقفوا ذلك الرجل. ماذا تفعلون؟ تتركونه يهرب؟ تتحدثون؟ سباريشي. سام، أخبرني بأن الصليب معك. معي صليب القديس ديزما هنا، أتريد إلقاء التحية؟ لقد ركلنا عش الدبابير، القاعة مغلقة ورجال الأمن. طبعا شباب، أنا وقف لحد هنا، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي لسه جديد معنا ما ينسناش بالسبسكرايب. أتمنى أشوفكم في فيديو جديد مع تايم. يلا سلام.